نتواجد هنا بالقيادة للمنطقة الجنوبية في أكادير، حيث انطلقت اليوم الاثنين أضخم مناورة للأسد الإفريقي، وهي مناورة تعرف مشاركة القوات المسلحة المغربية بشراكة مع القوات المسلحة الأمريكية. وتتميز نسخة هذه السنة النسخة 18 بمشاركة أزيد من 7500 جندي. نسخة هذه السنة ستنظم على مستوى مجموعة من المناطق، منها أكادير، تارودانت، كذلك في منطقة المحبس في قلب الصحراء المغربية. نوافيكم بيوميات اليوم الأول. يشكل تمرين الأسد الإفريقي مثالا حيا على مدى مثانة وقوة العلاقات والتعاون العسكريين بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. وتعد نسخة هذه السنة محطة أساسية وفرصة حقيقية من أجل تبادل التجارب وفيما يخص التخطيط والتسيير العملياتي، وكذا تأهيل المشاركين للعمل في إطار مراكز القيادات متعددة الجنسيات. وللإشارة، فهذه النسخة تتضمن مشاركة العشرات من الدول وكذا مراقبين عسكريين دوليين يعملون جاهدا على تحقيق الأهداف المسطرة وبالتالي إنجاح هذه الدورة. أقوم بتنسيق الأنشطة التي تساهم فيها قوتنا الملكية الجوية مع نظيرتها الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذا التمرين، ألا وهي تقوية التعاون العسكري والتدرب على العمليات المشتركة في إطار متعدد الجنسيات والاستخدام الأمثل لقدراتنا القتالية. هذا التمرين يعد مناسبة مهمة للتدرب على المناورة وعلى التكتيكات الحربية على مستوى عالي من الفعالية ومن الاحترافية.